أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج، البداية حتى الحوت. واليوم راح طبعا نتحدث عن فترات جدا إيجابية وممتازة لهذه المواليد. طبعا جانب الحمل راح يكون جانب المهني الشفافية طبعا راح تكون المطلوبة اليوم، تحاول أن تتنافس بهدوء حتى ما تخسر كل شيء في لحظة، وقد تكون لحظة تسرع عندها طبعا ما راح ينفع الندب عندك. والعاطفة ما اليوم تبدو مهتم بما يفعل الشريك، وهذا طبعا خطأ، فقد يكون عنده ما يساعدك في بعض الأمور العالقة اللي راح يساعدك بها في هذه الفترات. ننتقل إلى الصحة، اليوم أنت المسؤول عن تدهور وضعك الصحي بسبب طبعا إهمالك وعدم أخذ طبعا النصائح الطبية على محمل الجدوى، هذه القضية طبعا بها بعض الملاحظات. إلى مولود الثور، من الجانب المهني قد تحصل اليوم على عائدات غير متوقعة وتزداد حماستك، تدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدا. وإلى العاطفة، اهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة متأنية، وربما تتوقع من بعض الأخبار الجديدة اللي راح تثلج قلبك وتريح أعصابك إلى أقصى حيوى المولود. إذن هنيئا لك هذه الفترة. وطبعا إلى الجانب الصحي، استشارة اختصاصي التغذية طبعا بشأن البدن اليوم أصبحت عبء جدا ثقيل عليك، أنه تتخلص من أدها وتعرف سبيل. إلى مولود الجوزاء، من الجانب المهني مشروع مهم راح تحدد أنت على أثر آفاق المرحلة المقبلة، والعمل طبعا راح يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل وتوقعات جدا ممتازة. إلى العاطفة، ما تستهين اليوم بأفكار الشريك لمساعدتك في حل قضية طارئة، هو قادر وحده طبعا إثبات هذا الموضوع أكثر مما أنت اليوم ربما تتوقعه. وننتقل إلى الصحة، حاول أنه تقصر ملاعب أو أي ساحات كبيرة وواسعة ليبدأ بأي رياضة أو أي نشاط ترفيهي راح يكون جدا ممتاز معك. ننتقل إلى مولود السرطان، أيها السرطان من الجانب اليوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، تتلقى سيلا طبعا من الاتصالات المهنية يهنوك طبعا على نجاحك. وننتقل إلى العاطفة، العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام هذه الأيام، لا تفسح المجال أمام الموردين حتى يعكرون عليك صفو هذه العلاقة. طبعا بالجانب الآخر، الصحة قد تكون عرضة لارتفاع، قد يكون طبعا في ضغط الدم أو ربما انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط، حاول تنتبه إلى هذه الفترة. وننتقل طبعا كالمعتاد إلى مولود الأسد، من الجانب المهني حذاري الخداع وتسلح بالصبر وتحاشى المتملقين والمورضين، وحاول أنه تسامح وتنسى لأن المستقبل كفيل بإنصافك. ننتقل بطريقة سريعة إلى العاطفة، قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكن هذا قد يساعدك على اختيار مشاريعك العاطفية الحقيقية في مواجهة المتاعب. ننتقل إلى الصحة، تبتعد عن المغالاة في وضع الشروط للقيام بأي نشاط رياضي، طبعا يضعك في قد يكون بعض الاستفهامات اللي أنت تحددها لنفسك وتتعذر بها دائما. يلا ننتقل إلى مولود العذراء، طبعا من الجانب المهني راح تكون فرص جدا كبيرة للكسب المادي والمشاريع الجديدة، ويستحسن طبعا وضع الحظوظ والأشياء المادية حتى تتخلص من كانت على كتفك أيها المولود، وتحظى بفترة جدا ممتازة. ننتقل إلى العاطفة، اليوم ترفض الحوار أو التفاوض خلف من مواقفك الحازمة وتفسح في مجال للحوار مع الشريك. الصحة من الضروري التخلص من التشنجات، ممارسة بعض أنواع الرياضات كالمشي أو الركض أو حتى السباحة. ننتقل سريعا إلى مولود الميزان، أيها الميزان من الجانب المهني تشعر ببعض الارتباك وبضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف أو تأجيل، لأنه الأمر ما عاد يتحمل أكثر من هذا الموضوع. ننتقل سريعا إلى العاطفة، تشتد عزيمتك ويزداد رونقك، وتقوم طبعا بدور المحب طبعا على أكمل وجه، وربما تطل على فترة جدا مميزة وجميلة بحلة أحلى على الحبيب. ننتقل إلى الصحة، اليوم تواجه التحديات الحياتية بثقة عالية بالنفس وما تضعف أمام الشريك، لأنه المشاكل جدا بسيطة وأنت قادر خطيها بطريقة جدا سريعة.
لكن العقرب بيقول من الجانب المهني تتعزز علاقاتك الشخصية وتتاح لك طبعا فرص للمصالحة ولترتيب العلاقات المهمة والمهنية حتى، وغيرها من الأمور اللي راح تتواصل إلى فتح قنوات جديدة من التعاون المشترك، وهذا جدا مثمر وينصحك الفلك بهذه الخطوات. طبعا العاطفة باستطاعتك والشريك الوصول إلى نقاط مشتركة بينكم بغية التخلص من التناقضات الكثيرة. إلى الصحة اليوم تحاول الاستعانة بأشخاص عانوا مثلك البدانة حتى تتعلم من تجربتهم كيفية التخلص من عندها. ننتقل سريعا إلى مولود القوس من الجانب المهني، ربما يحمل إليك طبعا حظوظ أو ربما هنالك تطورات إيجابية، حصول على مركز مرموق، وأيضا اللي راح يكون في العمل في مجالات ربما أنت سجلت حضور بها ولكن كنت تنتظر شيء. إلى العاطفة اليوم يرتاح بالك بعد فترة صعبة من الضغوط اللي واجهتك وأنت والشريك، وكانت طبعا تقضي على أي عامل كان يعني إلى أمل بالمستقبل. وننتقل إلى الصحة اليوم، تبدو واثق بنفسك ومرتاح نفسيا وجسديا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة. من الجانب الآخر إلى مولود الجدي، حول طبعا الموضوع المهني طبعا راح يكون هناك تفقد السيطرة على أمور، هذا راح يفقدك طبعا مهامك المقبلة بغية معرفة اختيار المناسب لك من هذه الظروف. حاول أنه تنتبه أكثر قبل أنه تقرر أي شيء يخص العمل. العاطفة حاول أنه تستمتع بكل لحظة مع الحبيب، أنت اليوم تدرك أنه هذه اللحظات ما تعوض. وننتقل طبعا إلى الصحة اليوم، قرار المصاعب اللي قد تواجهك في حال أنت امتنعت عن إهمال وضعك الصحي على المدى المنظور. وننتقل إلى مولود الدلو، أيها الدلو من الجانب المهني تحرر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدر عمل وتقدم أنت أفضل. وطبعا هذه تقديم الخطوات نحو الأمام راح تكون بغية تحقيق طموحك الكبير اللي أنت دائما مصر على تحقيقه. وننتقل إلى العاطفة، بعض الانفعالات غير المبررة وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة. طبعا ننتقل إلى الصحة، عليك أنه تنتبه أكثر لمواعيد التمارين الرياضية، هي توفر لك راحة جدا كبيرة. وننتقل إلى مولود الحوت، أيها الحوت طبعا راح اليوم تحاول أنه توقع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل واللي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفس. أما العاطفة اليوم السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة ويريحك الشريك كثير، اهتمامك الزائد به. أما الصحة اليوم أنت تأخذ المبادرة للقيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة. مشاهدينا كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح، أقل وإياكم إلى فقرتنا والجزء الآخر فقرتنا الصباحية اللي راح تكون اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية. ونستقبل أول اتصال هاتفي معنا. ألو ألو، صباح الخير، يا مرحبا حبيبتي الغالية مية هلا، منو معانا؟ زهراء من واسط. صباح الخير يا زهراء. صباح الخير، كيف الصحة يا زهراء؟ والله جميل، صعيب جميل. زهراء شلون المطر وياكم اليوم؟ أكو ولا ما وصلكم؟ لا أكو أكو شديدة. يا ربي زخات خير مطر على كل عوائلنا الطيبة العراقية وين ما كنتم تكونون، أمل وصفاء ذهن يا ربي، وكل قطرة تكون هي إن شاء الله أرزاق وأفراح عليكم. أمين. أي زهورة؟ على أصل عون النصيب. طيب زهورة أنا شنو أقول؟ سدي لي السبيكر، اسمعيني من الهاتف حتى اسمعك بطريقه واضح. حاضر لك الخير، يحضر لك الخير حبوبه. يلا يلا زهوره. موعد 2000 اي شهر الرابع. اي الرابع ايش قلت؟ نقول 27 4 اي. اسمه حسين، بس هو اسمه حسين بالجنسيه، بس احنا نطيح له جعفر. ناخذ على جعفر من ولاته من الخمس. تمام. الأخ جعفر من الأخ خمسة، شنو مساء ولا صباحا؟ العصر. تمام يلا. شنو تسألين عن جعفر؟ على مود النصيب، ما جاي تضضيع كل ما أروح هذا ما تصفى. طيب إيش قد العمر؟ عمر 18. 18؟ إيه 18 يا ظالمة، وتريدين تدوري على نصيب؟
والله بعد مو اني الوالده. زهوره لسه بيبي هذا، شلون راح يقدر يقود عائله؟ والله اكو نصيب ما. يلا 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 تعالي خلينا نسولف زين. صارت وراحت الخجل. اسمعيني اسمعيني، قبل كل الامور اللي واضحه مع هذا المولود كانه فتاه قصيره ناعمه بيضاء شقراء صاحبه عيون خضر؟ لا لا، اذا القادمه راح تكون بهذه المواصفات مع هذا المولود او من قرايب؟ ها انت تسالين النصيب يكون الاقرباء من الاشخاص الغريبه مثلا؟ اي شوفي معاه طريقين او معاه فترتين او معاه خلينا نسميها مساحتين، هنا راح تكون جانب قريب عليه ويكون ايضا جانب اخر قد يكون من طريق صدفه او ناس او شيء اشخاص راح يعني يكون معاهم القران، ولكن احسن السيدات او الاناث اللي تنصح مع هذا المولود هذه الفتاه اللي حكيت عن مواصفاتها. البيضه والعيونها شقر؟ شلون؟ الشقر شعرها اشقر؟ اي شقراء، هذه الشقراء تكون جدا ممتازه، افضل زيجاته هو هذه الصفات. وخطوبه انفصلت عندي يعني صارت ثلاث مرات رحنا على وحده اثنين ثلاثه وما صارت، يعني الدنيا عادي راحت. يعني نفس الصفات هاي؟ لا لا. طيب ماشي ماشي يا حبيبتي. اسمها نور؟ زهوره زهوره زهوره، استغفر الله، نحن ما نعرف بالقضاء والقدر، الله سبحانه وتعالى هو والي العلم، ولكن هذه المولودة أو هذه المولودة اللي راح الصادفة أحسن موالدة بهذه الطريقة، قصيرة صاحبة عيون خضراء وشقراء الشكل أو البشرة، راح الصادفة هذه المولودة ويعيش معها حياة جدا ممتازة وسعيدة، ولكن بس خلوني أنصحكم لشيء. يعني اثنين؟ نعم نعم اثنين عيوني مدى أسمع شوي على صوتك. يعني شلون علي صوتي يا زهوره؟ و والله ما ادري ايش انت سمعت السمعت زين. طيب زهوره ايه هذه الفتاه اللي راح يقترن بها جدا ممتازه، يعني بيت سعادته واماله، تكون شقراء البشره او شقراء الشعر صاحبه عيون خضر، والله اعلم يجوز تنزع العدسه وتطلع مو عيون خضر، ولكن بهذه المواصفات. يا الله حبيبتي حبيبتي يا يعني هاي. نعم اذا تساليني هذه السنه اي نعم راح تكون تبدي مع طبعا النوازل او الاشياء الايجابيه تكون اكثر معاه من منتصف شهر الثاني لمواليد الثور هذه السنه، طبعا كانت معاه شويه امور او امور تقطعت وكذا من هذه الامور، لكن الامور جدا ممتازه معه. طبعا الثلاث عشريات خلينا نحكي همينا نذكر كل مواليدنا، وانا قررت انه نتحدث عن كل مولود نستلم على الجو مباشره، نحاول انه ننصح عن ثلاث عشريات حتى الجميع يستفاد من كل المواليد. طبعا لمواليد الثور قبل ان ناخذ اتصال هاتفي اخر، لاصحاب المناصب او الاشخاص اللي كانوا مقدمين على درجه وظيفيه او ترشيح شيء معين، الامور جدا ممتازه مع هذه المواليد، تسمع اخبار ممتازه وربما تفرح او تكون هي في القمه، بمعنى تولي مركز او اخذ شيء بعد تعب او بعد سفر او بعد تنقلات، ولكن بالحصيله هذا الشخص يكون هو صاحب مركز مرموق لهذه السنه والايام القادمه. ننتقل ايضا الى النساء من نفس العشريات اللي كانوا ما كانت معهم اطفال او انجاب، حتى مع فقد الفرصه لا الان الفرصه جدا ايجابيه وممتازه. وايضا ننتقل الى العشريات الاخيره اللي كانت منتظره درجات وظيفيه ارقام أو ربما كانت معهم أوراق جدا إيجابية كانت متوقفة، أيضا راح تظهر إلى العلن وتظهر بطريقة جدا مفاجئة، وأشخاص كانوا ناطرين رسائل على هاتف قد يكون كود مهم أو قد يكون رقم مهم شكل مع هذا الكود ووصل إلى أرقامكم مواليد الثور، وفوناتكم بعد رسائل راح تلقون كلام جدا صحيح وممتاز. وأيضا للأشخاص أصحاب اللي محجوزين كان يكون في حبس أو كان يكون في قضية، هو يشعر نفسه محبوس داخل قضية، أنا ما أحكي عن السجون يعني الآن، أحكي عن حالة هو يشعر نفسه كان محبوس داخل هذه القضية ويحاول أنه يخرج من عندها أو ما يعرف كيف يخرج من هذا الموضوع، يطلع من عمق الزجاجة وتكون أموره جدا ممتازة، خصوصا شهر 12 اللي احنا نتحدث عنه يستقبل بداية السنة بأمور ممتازة وتصفية جميع الأوراق اللي كانت متأخرة عنده بال21 22 راح تكون ممتازة جدا، هو من الأوراق الترابية اللي كان
حظوظه افضل من بعد الشهر السادس او من شهر الخامس، يعني من بدايه منتصف شهر الخامس راح يطول معاه الى شهر التاسع، والله اعلم على هذه القراءات. يلا نشوف اتصال هاتفي اخر. الو 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 زهراء رجعت وياك. الو صباح الخير. صباح النور. اثنين زهوره رجعت وياك. في عالم من شو اسمه ضعف هواي ضعيف حنيف هواي. أنا قبل لا أفوت على الشكل أو أحدد الشكل، طبعا هو هذا المولود اللي واضح أنه جدا ضعيف البنية أو ضعيف، لكن جانب ضعف معه، شيء جانب صحيح. من ضعف معه. تمام؟ تمام كله تمام. عموما أحسن الأشياء اللي راح تنفعه هي أكل الكزبرة بالعسل، راح يزيد الوزن عنده ويكون جدا معقول. وأنا أنصح هنا يا حبيبتي انه يعني لا تروحون الى مساله الزواج او الارتباط، لانه بصراحه لسه ما كان كامل هذا المولود، على الاقل يحتاج له انه بعد شيء من سنه ونص اقل حتى يكون كامل بمواصفات حقيقيه يستعد لانجاب او يستعد لزواج او يستعد لتحمل مسؤوليه. وقولي لها للماما ترى راتب التقاعد ما يفيد، يعني الولد هيك عطال بطال، لا تطلعون خلق على الجو رجاء يعني بليز. صحيح يعني نعرف هالموضوع بعد نهائيا. كلامي صح لا مو صح؟ صحيح والله. خلص سلمي لي على خاله، اقول لها صبري لي سنه ونص، بس سنه ونص اريد منك. والصحه والسلامه حبيبتي. عمود اني من جاب ذكريني زهره من واسط صدر الفوت. اللي شنو كان؟ للاسف كيف فقدنا الاتصال ويا زهره. طيب. ايش في اتصال هاتفي اخر؟ الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا. شلونك؟ عيني غالية. هلا. مرحبا. عيني انت من معانا؟ بس بداخذ على مود برج. اي اكيد بكل سرور. منو حضرتك؟ انا ام علي من كربلاء. ام علاوي الغالية، شلون اهل كربلاء؟ حبيبي بعد عمر الحمد لله بخير. تفضل عيني. الله دامت بخير. حافظكم الله ان شاء الله. يلا حبوبة شنو نساعدك؟ مواليدها 1989 شهر الرابع يوم اثنين. نقول اثنين اربعة. اثنين اربعة نعم. اي مولودة الحمل مريخ حاكم برجها. اسمها منال بنت رجاء. منال بنت رجاء. نعم. طيب يلا شنو تسألين عن منال؟ والله بدي اشوف عن الرزق. طيب عن الرزق بداية يعني تسألين عن ارتباط ام زواج ام ايش الرزق يعني تحديدا شو قصدك هنا؟ طيب تمام يعني انا الاخت هنا اللي اتصلتنا واللي كانت تحكي عن منال بصراحه هي ما حددت لي عن الرزق ايش بالضبط لمواليد الحمل، لكن تسأليني عن مواليد الحمل حتى نختم بمواليد الحمل ونتحدث عن انه مواليد الحمل لهذه السنه العشريه الاخيره او متدين شهر 12 يشهد حاله كانت جدا راكده وما زالت مسيطره على هذه المواليد بعض الركود، قد تكون الحاله الصحيه اكثر هي المهيمنه او ربما هنالك حاله حزن شديده ما زالت من تثليف عند الافلاك اللي ما اريد افوت فيها بسجالات او بنقاشات قد تكون انتم ما تفهموها، ولكن تتخلص وتنتهي هذه او هذا التثليف اللي استمر من منتصف شهر العاشر الى هذه اللحظه او كان متدين ببعض نسميها السيئة لهذا المولود ينتهي وتخلص إن شاء الله، يبتدي السنة بأمور جدا عالية مع حظوظ وفتوحات والجانب الأرزاق متوقفة أو متقطعة تماما مع هذا المولود، تبدي وتعمل إن شاء الله اتصالات ممتازة. بس نشوف انه طبعا القمر راح يدخل برج الحوت هنا ترتفع الحظوظ عنده، طبعا انا مشكلت لكم شيء جدا حلو، توقعات حلوه راح تخص بقيه الافلاك والابراج اللي صدرت بدايه هذه السنه ان شاء الله بتوقعاتنا السنويه اللي ان شاء الله تنتظروني وراح تشوفون ايش هي توقعات وحظوظكم اللي كانت هذه السنه وشلون راح تبدوها. الحظ الاوفر لكل من تابعنا وشاهدنا صباحا. ما ادري ناخذ اتصال هاتفي ولا خلص انه نرجع مع زملائنا بالاستوديو حتى يكملوا باقي فقراتكم الصباحيه. انا راح اقول لكم باي باي.